مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله الأمطار اللي جاية إن شاء الله تجي أمطار بالكميات باهية وتفرح الفلاحين وترجع لنا الأمل والفرح إن شاء الله لكل الفلاحة وتخضر الدنيا وينبت اللي منبتش ويتحسن اللي نابت إن شاء الله ويسيب اللي هو أموره باهية إن شاء الله يا ربي، وربي يرحمنا بحول الله، بحول الله يرحمنا ويجي تجي الأمطار. قلت باش نحكيو على نصيحة سيما، هي حشرة، حشرة المن الليلية اللي قاعدة تتأثر على الزراعات الكبرى، تشبه للفرتتو الحشرة هذه، وتستهدف الأخضر في الزراعات الكبرى وتحول الزرع إلى نباتات بيضة وشاحة شبه ميتة أحيانا. كيفاش نتعاملوا معها؟ هذه نصيحة سامة. مرحبا بكم. كما تعرفوا الناس الكل، احنا توا نمر بفتره مناخيه صعيبه. السخانه هذه خلت لي زنسكت نتاع الربيع يظهروا تو، ومع انحباس الامطار وعدم تطبيق التداول الزراعي، النعمه نتاعنا ولات ضعيفه وعرضه اكثر للحشره ذي. لاحظنا في الدورات نتاعنا على الحقول ظهور حشره ليليه مستجده، واللي هي حشره المن، في بعض مناطق من الشمال الغربي كما كيف الشماليه وباجة جنوبية وجندوبة. وكما حكينا قبيلة، الظروف المناخية الصعيبة وضعف النعمة متاعنا خلت تكاثر الحشرة هذه يزيد والسيكل متاعها يولي بليو أكسيليري. وكما قاعدين نشوفوا، فما ديزاتاك كويين وفما ديزاتاك فيبل. كيفاش نعرفوا اللي الحقل متاعنا يعاني من الآفة هذه؟ أول حاجة دوب ما ندخل للطب متاعنا نلاحظوا بلايس بلايس بيوت. هذاك علاش نحنا ديما نوصيو الفلاح متاعنا باش يطلوا ديما على الطبه متاعهم، على خاطر الحشره هذيا تتغذى على التيسيو متاع النبته، هذاك علاش نلقاو لون ابيض على طول الورقه متاعنا. باش نقاوموا الافه هذه لازم نداويو بلاسيكتيسيد ونعطيو لي زونغري فوريير باش النبته متاعنا تقوى وتلقى باش تقاوم، وما ننصحوش باللامونيتر توا في ظل غياب الثراء على التربه. كما العادة ديما ننصحوا بتطبيق التداول الزراعي وزيارة الطب متاعنا. هذاك علاش مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة يحط على ذمتكم جملة من المهندسين والتقنيين باش يكونوا مرافقينكم طيلة الموسم الزراعي، وإن شاء الله العام صاب. قصة فلاح لهذا الأسبوع جينا من دوز من ولاية قبلي، كنا موجودين، رامي جبنوني كان موجود وكان مع عادل اللي هو راعي إبل في دوز، حاجة وصورة متميزة مع من الصحراء والإبل اللي تفرشوا. مرحبا بك يا اخوي. لاباس عليك؟ الحمد لله. احنا هنا معاك نجربوا في هالتجربه نتاع الصحراء. مرحبا. ولد صحراء انت؟ هذه ولد صحراء. اب عن جد؟ ابا عن جد. لا، ولد صحراء وتجي تربي في البل؟ اي ولد صحراء، ومش اني نربي في البل، انا موروث خذيته على والدي وجدي و...
نتبع في المسار، نتبع في نكمل في المسار بتاع اللي بدوه. كيفاش احكي لي هالمسار هالبل هذي؟ راني ما انا واحد من الناس ما نعرفهاش. البل هذي ابن عن جد، معناها جدي الله يرحمه كان مربي، وبعد خذي عليه الوالد المشعل وتوفى الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. وهذه المرحلة الثالثة اللي أحد من أبناء منها قاعد مواصل في نفس تربية الإبل. خذيت عليه المشعل. خذيت عليه المشعل. به. رغم أنا البلاصة هذه إيش تتسمى عادل؟ هذه يقولها بير عمامة. بير عمامة تابعة. تابعة دوز. إحنا من دوز. من دوز. مرزيق. 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 قديش عندك من؟ أنا عندي ما يقارب 120 راس. أي. كانت أكثر. أنثى منجأ. أنثى منجأ. كانت أكثر للبل، لكن سنوات الجفاف والزمة دي أثرت فينا. بكري إخواتك قالوا لي هو العارف فينا، هو الأكثر معنى. هذا بحكم أنني محتك بها أكثر. كيفاش أنت بديتها مع الوالدة الله يرحمه ملي أنت صغير ولا كيفاش؟ لا كنت مع الوالدة، ما كنتش معناها ملتصق بها بالطريقة هذه. معناها كنت تش كنت تخدم عاد؟ انا كنت منظم رحلات وكالة اسفار. وكالة اسفار. ديريكتور دو برودوي. اي. من خدمت 12 سنة او 13 سنة، قبل كنت في المانيا. في المانيا. شنو هي اللي رجعك؟ رجعني للحنين للبلاد، رجعني لبابايا لامي، للصحراء، للرملة، للناقة. تعلقي بالناقة رغم اني ما قلت لك ما كنتش، لكن وقت اللي بعدت عليها حسيت اني يا كيك شوز كمي مونك، فما حاجه ومش حاجه صغيره يعني حاجه كبيره. خليت الرفاهيه والتقدم و خليت جلسي طوندي وروحت هني لواحد والتحقت طول بالابل، تربيه الابل. والانتاج في البل شنو بالضبط؟ هي البل انتشاريه ونصف انتشاريه. ايش معناها انتشاريه؟ يعني قبل تعيش على ناتور تاكل من الصحراء، هذه الانتشارية. وقتها تولي نص انتشارية أنك أنت تعطيها في مكمل. تعاون. تعاون بالعلفة. تو الوقت هذا يلزمها 80% تعاونها. 20% لأن الزمة ما فماش حاجات اللي يعطي ربي خيرة وتعطي مطر وجيل الواحد. نجم تقصها العلفة نهائيا لأن هي تاكل. متوفرة لها المرة. أما هالست سنوات هذوم اللي فاتوا تعبنا ياسر، خاصة السنين. طيب الناقة في الحليب قديش مقدر تقريبا تنجم تعطي؟ فما النياق الملاح يعني ممتازة، وفما اللي متوسطة، وفما الواحدة. أما الناقة تنجم بين في اليوم تنجم تعطيك من 4 إلى 6 إترات. ما شاء الله. إذا كان توفر لها الحاجيات بتاعها. الحاجيات بتاعها والماكلة الصحيحة. تعطيك الناقة. قلنا الحم. الحم. حليب. حليب. والأوبر. الأوبر. الأوبر اللي هو هذا يقع منه صناعة البرنوس. وصناعة البرنوس كيما الكشمير ولا الواحد منها سلعة يعني رفيعة جدا، يعني ما يلبسوها كان للناس اللي عندهم. شكون يلبس برنوس بالأوبر؟ بالأوبر. البل كله بل ولا فيه سلالات؟ لا البل متنوعة، فما يقول لك بل قعودية، فما بل شعبية، فما بل تهيمية، فما يعني فما دي رأس. يعني كل رأس مختلف. هي كي تشبهها كلها إبل، لكن كل واحدة وعندها صفاتها وعندها لونها. مثلا شنو هي الصفات المحبذة فيها في هذه؟ وش مثلا الشعبية مثلا تخرج لك المهاري، أعز المهاري موجودة فيهم هيك نتاع السباق. السباق. التهيمية الحم وزين وديما كوستو. القعودية حتى هي نفس الشيء، معناها متشابهة هي الأخرى في الحم في الحليب، إلا في المعاملات تلقاها نفس المعاملات، معناها الخصوصية متاعها يعني تأكل كيف نفس الواحد كذا، المعاملة كيش تتعامل معها، النرفوزيتي جلف حل الواحد كلها تلقاها إبل. شفت أماير في البل هذيك؟ كل عائلة وعندها السيني بتاعها لا جرون إي. هذيك واحد روماني بالكبير. واحد روماني هذاك السيني فيه
اللي هذا البعير هذا من دوس مرزوق هذاك، هذا تبع عائلة المرازيق. المرازيق لقيت واحد هكاك في الجزائر يجيبه لك هذا تاع المرازيق. تو كيف جينا معلومه من الجزائر ولا من ليبيا يقول لك ناقه مرزوقيه، كيفاش عرفها مرزوقيه؟ لان عليها الاي. وبعد تدخل العائلات ناقه مرزوقيه وعليها القطع والمقطوع بليس بليس، هذه معروفه لافامي بشير مكي دار علي المكي. وبعد كل عائله هو تعمل السينيه اللي حاجتها به. كلمه البل تمشي على كبارها، اش معناها هم؟ تو كي تشبه قطيع متعدي ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ثق وتأكد أن الأولى أكبر واحدة فيهم، أكبر سن فيهم هي تمشي الأول. ما تلقاش طفل صغير هو اللي يقود السفينة. معناها هذه حتى في الحياة اللي نخش شوي في الفلسفة الاجتماعية ساعات يجيك طفل صغير ويعمل لك في السياسه وتسقم البلاد، يا ودي ايش تسقمها؟ تسقمهاش قرح. نقول احنا قارح من نجرب وري وشبح. البل تمشي على كبارها، الجميع تشبح رقيق صغير يمشي قدام امه. لا دارسه الصحراء، لا عارفه ومنين تتعدى وتلقاهم كلهم يمشوا وراها، معناها منتظمين يمشوا وراها بانتظام. تو الصحراء التونسيه الجزائريه الليبيه هنا تقريبا اي درسها انت هذه الجهات هذه؟ لا والله هي الزون هذه اللي قريبه لنا. انا كنت من قلت لك كنت في السياحه قبل ومشيت للجزائر، مشيت لليبيا، مشيت للبرج الخضراء، مشيت جيتيام في بارتو. لكن انك تعرفها كلمه صعيبه ياسر راك تعرف. اي اما المربين نتاع البل عاد كيفاش تعرفوا بعضكم؟ اجتمعوا معرفة في الصيف في 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 المرعى هنا نتلاقوا ونشابحوا ونعرفوا بعضنا، لان الميساج يتبدل من بيننا. يعني عندي زوايل تو البر، لان ما تعرفهم في الربيع نهملوهم سيبوهم ويجوا وحدهم للبير بتاع المي، وفي اول خريف نلمدوهم تهملهم يسرحوا حاجه كومبليتمون ما شنو هم يجوني للبير. يقعد يعيش ليل ونهار في الصحراء؟ ليل ونهار. أنا عندي سارح معاهم ولا؟ لا 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 لا، أنا سيبهم كومبليتمون حريتهم. كل قداش تشوف؟ تشوفهم كل دو جور تروا جور يجوا يشربوا ويعلفوا ويمشوا. ساعة في الربيع يبقوا حتى شهر ونص شهرين ما نشبحهمش. نسمع هيك ساعة ساعة سارح تعدى صديقي ريت لك 10 ولا 15 في البقعة الفلانية. أما إن فوا سخنت الدنيا نمشي للبواندو هذه المعروفه العين نتاع الماء وكهو نتاع الماء المتعودات ديما جن غادي ياكل غادي، ونبدا نكونترولي جت فلانه جت فلانه جت فلانه جو 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 حتى يكمل القطيع كومبليت متص تشد السخانه قد قد يولي جو هذاك يولي جو نهار بعد نهار. كل تو عندهم تسميه بالنسبه لك كل ناقه تعرف؟ طبعا هذيك فلانه هذيك فلانه هذيك شنو هي فلانه مثلا؟ مش عارف انا عندي ناقه مسميها على ولدي ناقه البشير. عندي واحدة يقولها صليعية، واحدة يقولها عايبة، واحدة يقولها المقربعة هيك تقربع هيك ما تطيقش. أم شهوة فيها واحدة فيها شهوة نسموها أم شهوة، إنك تسرير جايبينها من السرير. ولد خوك دمدوم في الصحراء كيفك ولا؟ والله كل حال معناها جي سايد لفير باسي لو فيروس، هو الحب الصحراء ستان فيروس. انا يعني بالنسبه لي فيروس الصحراء ما بريتش منه ومش باري منه. نقول لهم في حياتي حتى بعد الممات اني مؤمن بالله ورسوله وان شاء الله الناس كل مؤمنه. امين. يقولوا الجنه، قلت لهم والله الجنه زعم. قالوا الجنه فيها كل شيء. قلت لهم ما حاجتي بشيء، يعني ندور بلاصة فيها الرملة وفيها الواحد، وعندي صرعوفة تاع بل وبر شايخ بر أخضر بل شبعانة، وأني شايخ نشوف فيها وشايخ متكي حذاها هيك ونشوف فيها. قالوا لي حتى هي حتى غادي ندور غادي ندور ما هي يعني ماش الكلمة مفتوحة ليك في وسط الرام تاعك. الحقيقة احنا نحس والله شنو احنا نطلبوا طالبين ربي إن شاء الله مطر، لأن فعلا المناهم زمته متعب. إن شاء الله ربي يرحمنا.
على كل بكمة. يا صاحبي جيتي جبل بيشوب يومك تعرف المرزوق يحب الجمل سكن تركر في عروب يا صاحبي يا صحراء. تحياتي لأهالي دوز، أهالي قبلي، بالتوفيق إن شاء الله بعينكم. زل الحلقات الجاية إن شاء الله بشكون على موضوع حول النخيل والإشكاليات في المياه، الإشكاليات في الدعم، الاعتراف بالأحداثات الجديدة، الوضعية متاع الواحات القديمة وغيرها من الوضعيات اللي موجودة في قبلي. نرجع لها إن شاء الله في الحلقات القادمة. نيابورا شريكنا نصيحته للفلاحين، سؤال نسقي ما نسقيش قبل الازهار وقت الازهار، شنو نحطوا الاسمده قبل الازهار وقت بدايه الازهار؟ هذه نصيحه نيابورا مع الفلاحه زميلتنا صفاء. عسلامه ومرحبا بكم في برنامج الثانية على قناه التاسعه. اليوم قررنا باش نحكيو على الري في فترة الإزهار، ولهنا الكلنا نعرفوا اللي تختلف الآراء، فلاحة يقولوا لا يلزمنا نقصوا الماء في وقت النوار باش ما نخسروش الصابق، وفلاحة يقولوا اللي يلزمنا نكملوا نسقيو. لهنا باش نحاولوا نوصلوا المعلومة صحيحة، وين برشا أبحاث تدل إنه لازم تكون فما رطوبة خفيفة متوفرة للتربة سوى من الأمطار ولا من الري العادي، على خاطر لازم نعاونوا النبتة في مراحل النمو متاعها، خاصة إنها في الوقت هذا الشجرة تفيق ولازمها جهد. في حال نقص الماء كما يعملوا برشا فلاحة يصير مشاكل في الإنتاج من مرحلة تفتح البراعم اللي تعتبر أهم مراحل الإنتاج، وباش ننجحوا المرحله هذه لازم نعاونوا شجرتنا خاصه في فصل الصيف، ونكملوا نسقيو باش ما يصيرش ضرر في عمليه تكوين البراعم الموسم التالي، وناكدوا باش الري يكون في الصباح بكري ولا العشيه مخر، وهكا نكونوا عندنا نظام ري، اي لا افراط ولا تفريط في الماء، ونعاونوا شجرتنا بتسميد البور والزنك والكالسيوم مع الطحالب البحريه، وهكا نضمنوا عقد كامل للإزهار متاعنا، وبذلك نكونوا نجحنا المحصول متاعنا. فاصل قصير ونواصل معكم الجزء الأخير من برنامج ثانية، بقوا معنا. عنصر الحديد هو من العناصر المهمة جداً في تحسين الإنتاج والمردودية، على خاطر يساهم في عملية البناء الضوئي أو ما يسمى فوتوسينتيز، ويقوي من مناعة النبتة وحمايتها من الأمراض. للوقاية من حدوث النقص في مادة الحديد ننصح باستعمال ديميركان اللي هو حديد مخلبي أورتو أورتو مع الري، والكمية المنصوح بها تتراوح بين 5 و 12 كيلو في الموسم في الهكتار الواحد اللي تتحدد حسب العمر متاع الشجرة والكثافة. وفي صورة ما قمناش بالوقاية وصارت صفورية في الأوراق اللي طالعة جديدة، لازم ندخله باستعمال NF15 كرش ورقي بمعدل 250 ملي في 100 لتر من الماء اللي هو حديد وأزوت سائل. منصوح زادة باستعماله في مرحلة النمو الخضري. حكايتنا بدات هنا توا 20 سنة في بلاد الخير مطمورة القمح والشعير، شدينا بيد الفلاح باش يخدم أرضه مرتاح، من اللي يزرع للي يحصد وهو في خبرتنا يقصد، ننصحوه ونعاونوه وبأحسن خدمة نودوه، من موسم لموسم تعاشرنا
وفي إنتاجنا زدنا طورنا نعمة وكلزا حمص وفول البركة تنزل ويزيد القبول مع بعضنا مازلنا مكملين على النجاح معملين وحكايتنا طابة طابة ومع السامة إن شاء الله كل عام تجينا صابة. مراحل زراعة الكولزا. تحضير الأرض يبدأ في جوان إلى سبتمبر، وهذا يصير كل عامين أو ثلاثة حسب أنت شنو باش تزرع في الأرض هذيك في برنامجك للتداول الزراعي. باش نحضروا الأرض الكولزا لازم نعملوا حرث عميق. بعد الحرث نجيو نعديو الخرباشة، نعديو الرولو. من الضروري نعملوا تحليل تربة كل ثلاثة سنين باش نعرفوا شنو نقصها. ناخذوا عينات بعد الحصاد مباشره كانك زارع قمح خاصه قبل نهايه شهر اوت باش نعرفوا قداش لازم فوسفات وقداش لازم بوتاس باش نحطوه للكولزا. رابعا نداويو الاعشاب الطفيليه قبل الزريعه ولازم نتاكدوا اللي الدواء تردم بالقدا. وقتاش نزرعوا الكولزا؟ الكولزا تتزرع في الخريف تبدأ من شهر أكتوبر إلى آخر شهر نوفمبر. تتزرع الكولزا على عمق 2 سنتيمتر. لازم نعدلو مليح مليح آلة البذر السوموار ونزرعو 5 كيلو في الهكتار. بعد ما نزرعو نعاودو نداويو قبل ما تنبت الكولزا. الكولزا تستحق لامونيتر الأزوت من ديسمبر إلى مارس. قبل ما تنور الكولزا نعملو المدوات الثالثة واللي هي مدوات التدارك. الإزهار متاع الكولزا النوارة تنور بين 4 إلى 6 أسابيع وهي تنور، ويبدأ وقت الساق متاع الكولزا مازالت ما وصلتش إلى طولها النهائي. نوصل الحصاد اللي هو يكون بداية شهر ماي وقت اللي هي تكون الرطوبة متاع الثمرة متاع الكولزا بين 10 و 12%. ونذكروا في الأخير اللي زراعة الكولزا في التداول الزراعي عندها فايدة على صابة الحبوب اللي تجي بعدها بزيادة تقدر تقريبا في الصابة ب 20%، وبالتالي تساهم في تعزيز السيادة الغذائية متاع بلادنا. وإن شاء الله صابة.